اهلا مشاهدي برنامج معلومه تهمك على اليوتيوب. والله انا مش عارف بصراحه بقدم لكم الفيديو ده ازاي، بس يعني هو الفيديو ده تحس ان هو عامل زي ما يكون الواحد بيوضح بصراحه. تمام، احنا هنتكلم النهارده عن جل الصبار وزيت الصبار، ازاي نعمل جل الصبار وزيت الصبار في البيت. هو مش اختراع ولا حاجه، تمام، وانا مش لابس الجوانتي اختراع، ده مجرد بس المنطقه الخضراء ده هي اللي احنا بناخد منها بنحضر منها زيت الصبار، فيها ماده مره اللي هي بيحضروا منها الصبار. فبالتالي فين طبعا انا مش عايز ايه، انما انا ممكن ما استعملش الجوانتي واغسل ايديا كويس بعد ما اخلص تمام كده. السكينه خالص تمام، ونقطع اطراف الصبار تمام كده اهوت. تمام، هنلاقي ماده جيلاتينيه خالص اهي، دي جل الصبار مقطع من اليمه الثانيه برضه. بعدين نقسم نصين كده من المنظر ده، وبمعلقة هننزل الجل كده اهو. احنا شايفين مادة جيلاتينية نازلة خالص اهي. تمام، جل الصبار معروف طبعا بفوائده للبشرة، ممكن بيستعملوه عشان الحروق الخفيفه خالص تمام، زي حروق الشمس ممكن يستعملوه بعد المكياج طبعا، لانه له خواص مرطبه للجلد ممتازه جدا، فبالتالي منطقي جدا ان استعمله في هي. ممكن نعمل هنا فين بعدين نلملمه عادي خالص اهو. تمام، طبعا هي الترابيزه نظيفه طبعا، شايفين قصادنا اهو جل خالص. الحته دي طب بيتزحلق من ايديا، معلش مش المفروض ان انا اطبخ حاجه النهارده، بس هنعمل ايه بقى. طبعا لازم يبقى شفاف خالص، ما فيهوش اي الماده اللي لونها اصفر اللي موجوده عندي. لو انا بصيت عندي في الجزء الاخضر ده هلاقيه بينز ماده صفراء اللي هي بيحضروا منها الصبر، اللي هو الماده المره خالص اللي انا بقول لكم ان انا لابس الجوانتي دي عشانها. تمام، عظيم. بعد ما خدت معظم الجل هون باين قصادي هون، ممكن طبعا اشيل الحاجات اللي هي الايه الخضره الصغيره خالص دي، او ممكن اسيبها عادي خالص برضك مش اي مشكله. تمام، ممكن اضربه في الخلاط وممكن استعمله زي ما هو كده، هو طبعا القوام بتاعه جيلاتين جل خالص اهو، ممكن استعمله بشكل مباشر كده. احيانا في ناس بيضربوه في الخلاط طبعا، بس ما بنصحش بكده، كل ما تبقى الحاجه اميل للوضع الطبيعي اللي كانت عليه في النبات ده افضل بكتير طبعا. تمام، هيبقى عندنا الجزء الأخضر اللي هو دون، هنقطعه بالمنظر دوت كده، نقطعه كده حتت شرايح. تمام، عايزين ده الجزء اللي بيتحضر منه زيت الصبار. تمام تمام، طبعا مفيش حاجة اسمها النبات ما بيطلعش زيت ولا حاجة. تمام، احنا اللي بنحط حاجة اسمها كارير اويل، زيت حامل تمام كده، زيت بيستخلص المادة الفعالة اللي مسؤولة. طبعا احنا عارفين زيت الصبار وقد ايه هو مفيد للايه، للشعر، التطويل، تطويل الشعر والتساقط والتقصف تمام كده. فبناخد الايه الجزء الاخضر دوت تمام كده، وممكن نستعمل زي ما احنا شايفين ده زيت عنب جريب سيد اويل تمام كده، ممكن نستعمله اذا كان غالي علينا، هو غالي فعلا، ممكن نستعمل زيت زيتون تمام كده،
بناخد الجزء ده اللي هو زيت الايه، زيت زيت الزيتون او زيت العنب، ونحطه في ايه، في الطاسه بتاعتنا اللي بنحمر فيها، او ممكن في طبق ستانلس تمام كده، ونحط الجزء الاخضر اللي احنا قطعناه و نحطه على النار. دلوقتي طبعا احنا حطينا كل الجزء الاخضر من الايه، من الورق الثلاث ورق صبار اللي احنا استعملناه في البدايه على مع زيت الزيتون طبعا، بحيث ان هم ايه بنسيبهم على النار لغايه لما الجزء الاخضر ده ينشف خالص تمام كده، يفقد كل الميه اللي جواه تمام كده، يعني نقول مثلا شبه يصفر كده تمام. بعدين بعد كده نصفيه وكده يبقى معانا زيت صبار. طبعا انا بعمل الكلام ده الفيديو دوت، فانا بشارككم الفيديو ده انا بعمله عندي لاسرتي وكده، فحبيت ان انا اشارككم بردك الفوائد وازاي ان انا اعمل حاجه زي كده من غير ما اشتري زيت الصبار المكلف من الصيدليه او اشتريه من اي مكان، ممكن عرضه ان هو يبقى مغشوش مش كويس. نفس الكلام بردك في جل الصبار بردك، ازاي احضره بشكل سهل وايه وازاي استعمله. كده خلاص ورق الصبار خد اللون الاصفر تمام كده، هنطفي النار عليه تمام كده، وبعدين نصفيه كده يبقى معانا زيت الصبار. طبعا في النهايه ده الزيت اللي انا استعملته اللي هو زيت زيت بذر العنب، ده زيت الصبار اللي طلع عندي تمام كده اللي انا حضرته. احيانا ممكن يبقى لونه اصفر مخضر لو انا استعملت زيت زيتون، انما لو انا استعملت زيت لونه تقريبا اخضر خفيف خالص مش باين تقريبا، فاهمني، حاجه ضي خفيف تمام كده، بيبقى اصفر غامق سنه. لو هو لون الزيت اللي انا استعملته زيت زيتون هيطلع اصفر بردك، بس مقدار مش زي ما احنا بنشوفه، بيبقوا حاطين عليه لون مبقاش لونه اخضر زي ما انت بتشوفه في الصيدليات او كده تمام. دي كميه الجل اللي انا حضرتها من ايه، من ثلاث ورقات بس، كميه ممتازه وكفايه جدا، ممكن استعملها في اي غرض. طبعا حاجه ناعمه خالص اهي، ممكن استعملها لغرض الترطيب بعد المكياج، لحروق، حاجات كتير قوي ممكن استعملها، كمان للشعر، رطب مرطب للشعر. اشكركم كتير، ونتقابل في فيديو تاني من فيديوهات معلومه تهمه. اللي فيكم حابب يسالني عن اي حاجه تخص الموضوع دوت اتفضل يسالني. كان معاكم الدكتور مصطفى محمود حمدي، شكرا لكم كتير.